السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو هذا. هذا ما غاديش نبان لكم واحد الشبيبه جديده. هذه الشبيبه هذه جات من المتابعين ديالي في انستغرام، قالوا لي وبين كيفاش خدامه دوداش امريكان. هذا المره قبل التحدي باش نشارك معكم كلشي بالتفصيل. دابا غادي نوريكم الرحله ديالي من كيفاش بديت، واش كانت صعيبه، واش كان ربح مزيان ولا لا. تفرجوا حتى الاخير، يلا نمشيو نكتشفوا هذه المغامره الجديده ديال دوداش امريكان. ولا نقول علاش ما نديروش هاد البلان هذا. دونك اليوم تيليشارجيت لابليكاسيون ديال دورداش وغادي نجاوب معاكم في انستغرام، حيت قلتوا لي غادي ندير فيديو ديال دورداش. اول مره غادي ندير هاد البلان هذا، ما عارفش كيفاش كيخدم. تيليشارجينا لابليكاسيون، درنا اللوغين، 0 دولار، عندي واحد ساعتين نشوفوا. ما انا ما عندي والو، قلت علاش ما نديروش هاد البلان هذا قبل ما نمشيو للجمعه. شوفوا دابا الاجواء كي دايره. دراري جاني دابا اول اوردر، ها هو هنايا فيه 5.75 دولار. غادي نمشي لوينك ستوب وغادي ندي لهاد البلاصه، هذا هو التراشي. دونك نديرو اكسبت. كيعطيوك واحد الوقيته هنايا ديال 20 حتى 45 ثانيه. المهم الا بغيتي تقبلوا هذاك، الا ما بغيتيش تقبلوا كدير ديكلاين. دونك حنا نقبلوا ودابا غادي نمشيو، غيعطينا هنايا وغادي نتبعوا الخريطه تنوصلوا للبيكاب بليس، يعني البلاصه اللي غادي ناخذوا منها الاوردر وغادي نمشيو نديو. هادشي اللي فاهم دابا انا يا الدراري. يلا على بركه الله. اول مره الدراري غادي ندير هذا البلان هذا، ما عندي حتى شي فكره. كنخدم بدورداش، كان اوردري فيه فود، يعني ملي كنبغي ناكل شي لعيبه بعض المرات ما كنطيبش ولا شي حاجه، دونك كندير دورداش. حيت دورداش فيها دوز ابليكاسيون، لابليكاسيون ديال الكليون ولابليكاسيون ديال داشر، يعني بوحديتها. داشر هادي هي اللي اول دابا اول مره تيليشارجيتها. يعني انا نحاول ندير لكم فيديوهات بحال هكا على العمل مثلا، اي بلان غنحاولوا نديروه. الا ما كنتش كندير هذيك البلان وما عنديش امكانيه نقدر ندير هذيك البلان، غنحاول نسول الدراري اللي كنعرفهم ولا ناخذوا فكره ونحاول نبارطاجي معكم هادشي في شي فيديو ابار، باش منهم يكون عنده فكره على شنو هما الحوايج اللي تقدر دير هنايا الا جيتي وما عندكش مثلا ديبلوم ولا ما عندكش شي حاجه. دونك هاد البلان انا غادي نديرو انا في الساعتين هادي قبل ما نمشي للجمعه، وديك الساعه راه غادي نمشي نصلي الجمعه وفي العشيه راه غادي ندخل للدار، عندي شي لعيبات خصني نقادهم. الو الدراري، دابا ملي كتوصل هذا هو المحل وينك ستوب. كتجي لهنا لابليكاسيون، كدير اكسيت، كدير arrived at store، كيقول لك make sure the drinks included with the order. المهم غادي ندخلو حنا هنا دابا وغادي نكتشفوا اول مره انا كيفاش غادي ندير هذا البلان هذا، وفي الاخر ديال الفيديو غنقول لكم واش هذا البلان هذا خدام ولا ما خدامش. هاي I'm going to pick up an order for Ben. Yeah. المهم كتجي كتقول لهم فوالا هي هذا بان الاوردر. Yep. Okay. Diet Coke or normal Coke? Huh? Is it Diet Coke? No, it's just Coke. Ah, just Coke, okay. باي قلت لي راه خاصك تدخل هنايا كوك. كاينين دي ريستورون اللي كي هما اللي كيعمروا لك، ولكن صافي عمرنا هنايا كوكو. هادو واقيلا هما ديالنا حنايا. Excuse me. That's the order, both bags. Okay. Which one? Oh no, this one's hers. Okay. Okay, thank you. المهم دابا حنا خدينا هو الاوردر، غنديرو لهاد اللعيبة هادي هنايا. ومن بعد ملي كتجي هنايا كدير كتكونفيرمي الاوردر، يعني ملي كتاخد هاد اللعيبات هادو هنا كتكليكي كونفيرم اوردر بيك اب، كدير كونفيرم. ومن موراها كيعطيك كيقول لك لادريس. دونك هاي هنايا تزادت لنا من 0 دولار تزادت لنا 5.75. نديرو دايركشن ونتحرك. اوكي
هذا هو البلان جاني انايا صراحه ايزي. بنادم اللي عنده طوموبيل و يقدر واقيلا مازال يلاه جا مثلا يقدر يبريكولي فهاد العيبات هادو. واللي زوين هو ماشي خاصك تخدم 8 السوايع. دونك مثلا بنادم انا بحال البلان واقيلا ديال الاوبر، يعني تخدم وقت ما بغيتي وتريح وقت ما بغيتي. حطوا هذا هنا، حطوا هذا هنا. الو الدراري، كيف ما قلت لكم على ما بان لي انا في هذا البلان هذا مزيان الناس اللي مثلا يلاه جا يقدر يتحرك عنده طوموبيل يقدر يديباني بهذا البلان هذا. قلت لكم انا اول مره غادي ندير هذا السون ديال دورداش. شكرا للاخ معاذ اللي قال لي اقترح، لانني في انستغرام الدراري مازال ما دخلش عندي انستغرام. راه كنت كنسولكم شنو هما الفيديوهات اللي بغيتوني ندير هنايا، وبزاف ديال الناس جاوبوني بافكار، ولكن اغلبيه الناس باغين هاد اللعيبه ديال دورداش. الناس باغين دورداش، الناس باغين اللعيبه ديال الحوايج. دونك هادشي اللي الناس باغين يتفرجوا فيه. مي قال لي دورداش، قلبت في البلان ديال دورداش لقيتو ساهل. واش هاد اللعيبه اللي تقدر تخدمها فول تايم، يعني نتايا راسك تخدم وقت دائم، واش مزيانه لك ولا ما مزياناش لك؟ انا خويا غادي نشوف حتى الاخر من هذه التجربه هذه الصغيره، وغادي نقول لك واش فريمون تخدم ولا ما تخدمش. حاليا حنا غادي نديو هذا الاوردر هذا واحد 8 ديال الدقائق غادي نديو الاوردر. وهنايا ملي كدير الاوردر كيقول لك مثلا كيعطيك واحد انستراكشنز. كاين مثلا هنايا بحال دابا انا كاتبين كاستمر انستراكشن هاند تو ريسيبينت، يعني خاصك تعطيه لهذيك السيد. بعض المرات كاين الكليان اللي غادي ينزل عندك ولا يخرج عندك للدار، وكاين اللي غادي يقول لك خليه قدام باب الدار وصافي. دونك على حساب الكليان. هذا هو البلان. سو ذاتس اول جايز، حاولوا نشوفوا حنا في هذه الساعه هذه شحال نقدروا ندخلوا. هو بحال البلان ديال الفيديو الاولاني الدبابي، لان هذا الشيء ماشي كونسيستنت، فهمتيني؟ كيكون فيه البيك تايم. البيك تايم شنو هو؟ على ما بان لي ان الناس ما يكونوش كيكومونديو النهار كامل، هاي كومونديو في الصباح ولا وقت الغداء ولا وقت العشاء. دونك البيك تايم واقيلا غالبا كيكون وقت العشاء، ولا الناس اللي مثلا كيكونوا خدامين مثلا وكي كومونديو مثلا في الخدمه ولا في شي حاجه. دونك يعني الى في هاد الجريبه هادي ديال هاد الفيديو هذا غادي نجيبو مثلا واحد 30 دولار ولا 25 دولار ولا هذا، فما كينطبقش على 25 دولار كل ساعه ولا 20 دولار كل ساعه ولا 10 دولار كل ساعه. تقدر تجيب 10 دولار في ساعه اللي ما فيهاش الوقت ديال الدبكه، كيف ما كنقولوا ساعه الدبوة. يعني ما كاينش بعد ما كاينش لي كوموند بزاف، وبعض المرات كيقدروا يكونوا لي كوموند بزاف وتا العرض والطلب وقيله ديال الناس اللي خدامين دابا في هذه الساعات. الا كانوا الناس اللي كيديروا الدليفري ناقصين في هذيك لا ريجيون فكيخلصوا اكثر، يعني العرض والطلب ديما دابا في اي مارشي راه كاين العرض والطلب. الا كانوا بزاف ديال الناس كيوصلوا مثلا غالبا الماكله فكيخلصوا يعني نورمال، ولكن الا كانوا الناس وبعد المرات دابا صيفطوا لي ميساج، لابليكاسيون صيفطات لي ميساج قالت لي بان راه عندك 2 دولار اوف الا مشيتي لواحد لي ستاسيون ديسونس. دونك هذا حتى هو خاصك ديرو في الا كانت طوموبيل كتكونسومي بزاف، فراه خاصك فريمون دير اتونسيون منها. ما تخدمش يعني ما تخدمش بزاف، خاص الطوموبيل تكون فريمون ما كتكونسوميش، سينو غادي تقرك بالمازوت ولا بليسونس على حساب هادشي اللي كدير. دابا حنا يلاه وصلنا لوردر الاولاني، ما قدرتش نصور لكم. دونك هنايا ملي كتوصلوا كدير كونفيرم ديليفري، كدير كونفيرم ديليفري راي هير ياك. وهنايا كيعطيوك واحد الديتاي، دابا الكاستمر تيب هاد السيده هادي ما تيبات والو، ولكن دور داش باي خلص 5.75، ماشي مشكل صافي. وكتسنى عاوتاني هنايا لوكين فور اوفرز.
هادشي اللي كاين غادي نشوفو دابا شي لعيب واحد اخرى الى غادي تجي ولا لا. هادو البلان يعني كتجي كوموند عجباتك وهذاك ما عجباتكش كتحيدها وكتبقى تستنى لي كوموند وحدين اخرين. كنبقى نزل لا كوموند على حساب واش الثمن فيها مزيان ولا لا كوموند بعيده كتانوليها. المهم انت عندك لو شو. البلان اللي بغيت نقول لكم عاوتاني هو هاد القضيه هادي اتس نا كونسيستنت، يعني ماشي 200% انك غتبقى تدخل واحد الثمن كل ساعه يعني على حساب البيك تايم. دونك اي واحد جيتي هنا لامريكا هاد القضيه تقدر تبدا بها. انا ما عنديش فكره وغادي صراحه غادي نحبس هنايا لان الكاميرا غادي تحبس ليا، ما عنديش مشارجي بزاف ونمشيو نديرو شي لعيب واحد اخر. هادشي اللي كاين انا كنقول بانه بلان يقدر يكون مزيان لاي واحد بدا وجا بغا يبدا مثلا عند طالبكم الدباري. حنا بارطاجينا معكم دابا البلان كيفاش تقدر تبقى على مصاريف. وهاد اللعيبات هاد لي زابليكاسيون راه كاينين بزاف، كاين اوبر كاين ليفت ديال بحال الطاكسيات بحال الان درايف مثلا، وكاين عاوتاني دورداش يعني، وكاين انستا كارت ديال التقضيه. تي هاد كاين بزاف ديال لي زابليكاسيون وكاينين الناس كيخدموا مع بزاف ديال لي زابليكاسيون يعني ماشي غير دورداش ولا اوبر ليفت ولا اوبر ولا ليفت، يعني كيميكسيو فهمتيني شنو هي كيميكسيو. مثلا وقت الماكله كيخدموا مثلا في دورداش، ملي كتكون قضيه بلا ما كيكومونديش كيخدموا مثلا في ليفت ولا اوبر كيقول لهم مثلا كيوصلوا الناس فهمتيني. ولا الا ما كاين والو عاوتاني ناقص القضيه كيخدموا في انستاكارت كيقول لهم مثلا انا ماشي بالتقضيه. داون سايد فهاد اللعيبه هادي شنو هي الخيبه لفهاد اللعيبه هادي هو انك هنايا في ميريكان خاصك ضروري الانشورنس، خاصك ضروري التغطيه الصحيه. الا كنتي خدام هاد الخدامي هادو فعندك جوج ديال اللعيبات. اللعيبه الاولانيه هي انك راه ما كديرش التغطيه الصحيه، دونك انت وزهرك الا طرات لك شي حاجه راه كتجبد من جيبك، الا ما طرا لك والو راك الحمد لله ونتمنى انه ما يطلع لك والو. ثاني حاجه كتخلص التغطيه انت فاسك، يعني كتخلصها كامله بحال كتخلص مثلا لاسيرونس ديال الطوموبيل. هذه من ناحيه هذا هو الداونسايد، يعني ما عندكش الانشورنس ما عندكش لاسيرونس اللي صعيبه. فيرسز الا كنتي خدام مثلا في واحد الشركه فهذيك الشركه كتخلص عليك لاسيرونس ولا المهم واحد العمل اللي بالوراق ديالو ماشي از سايد هاسل. هاد العيبة هادي يقدروا يديروها الناس في البداية ياك تبدا بها، ولكن خاصك ضروري دير شي حاجة مزيانة باش لا قدر الله طرات شي لعيبة. اربيز مزيان، اول جات كوموند واحدة اخرى غادي نمشيو لاربيز. جاتنا كوموند فيها $6.75 غنمشيو نشوفوها تا هي. دونك تاعي جاتنا كوموند واحدة اخرى على ماكدونالد لور، هذا اربيز دونك تا هو فاست فود بليس. كوموند احنا هنايا دابا وصلنا غادي نديرو arrived at store ياك، وكتطلع لك السميه ديال خونا سميتو مات. هايت هاد الفود تشين هادي ما كايناش في المغرب، اربيز ما كايناش في المغرب. بعد ما غادي كيقولوا هنايا غادي تجي تقلب عليه. هذا سميتو مات انجلا. الى ما كانتش نفس السميه فكتقلب تسول. looking for an order for Matt. Matt yeah دونك سولتو قلت له قلب عليه. alright thanks. دونك سولتو قلت ليه كنتسنى في واحد بغيت ناخذ واحد الكوموند ديال مات، قال لي راه خدامين عليها. ملي كان فيها الفاونتين سودا يعني ريفيل، انا بحال هذه كتسمى فونتين لا فونتين ديال المونادي، يعني كتبقى دير ريفيل ريفيل ريفيل. حنا دابا غادي نتسناو الى جيتي لقيتي مثلا كيصايبوا في لا كوموند تقدر دير اوردر از ستيل بين بريبيرد. الطريقه هذيك تعطي فيدباك لهذيك لابليكاسيون دورداش، ماشي بانك ماشي انت اللي
عطلتي لا ليفريزون، ولكن ملي جيتي وصلتي لهنايا لقيتيهم مازال كي يوجدوا فيه. دونك غادي ناخذوا لا كوموند، ملي غادي ناخذوا لا كوموند غادي نوركو على كونفيرم بيك اب وغادي نوصلوه للناس. مي دابا غالبا خدمنا دورداش واحد 15 دقيقة جينا فيها واحد 11 دولار، قول 12 دولار. دونك الا درتي 12 دولار في كل Yep. Thank you. You're welcome. Cool. Chili can. Can you take the command? You can tell Sid. What's up? 11 دولار في 12 دولار في 15 دقيقة، دونك 12 في 4 هي 48 دولار في الساعة. هادشي إلا بقينا غاديين في هاد الوتيرة هادي، فهمتي؟ الوتيرة تقدر تبدل، يعني نقدروا دابا الصراحة البيك تايم، يعني دابا 12 أنا غادي نبدا كوموندي. أنا غادي تسالي الكاميرا ولكن خصني نمشي عاوتاني للجامع. هاد البلان هذا درنا عليكم الدراري غير باش ياخذوا فكرة، كنديرش هاد البلان عنديش ليه الوقت، لكن اليوم اوف والجمعه ندنا دوشنا قدينا اللعيبات ديالنا. دونك دابا هنايا راه عندنا الخريطه باش غادي نمشيو عند هذا السيد هذا ونوصلوا ليه الامانه ديالو. كيف ما قلت لكم 48 دولار للساعه، نقولوا حنا 50 دولار للساعه في البيك تايم، يعني مع الجوج ثلاثه اربعه كيقدر هادشي ينقص، تولي مثلا نجيب واحد 23 دولار للساعه. ولكن في البيك تايم الا خدمتي في الوقيته ديال لي كوموند تقدر تجيب حتى 50 دولار في الساعه، ولكن كنتي كتعرف تخدم انا بان لي في الابليكاسيون تقدر تجيب فلوس مزيانه. هادشي اللي كاين، ومن بعد تبالونسي ما بين الابليكاسيون دورداش وتبالونسي ما بين اوبر وتبالونسي حتى تخدم في شي لعيبه مزيانه. ويلا عندك حرفه ويلا عندك قرايه عاود جي قرا هنايا، دير القرايه ديالك، قرا الحرفه ديالك، قرا الدومين ديالك، وديك الساعه بدا في اون كارير. الله يسر لك، مشيو دابا عند السيد. البلان اللي بشكل عاوتاني هو دابا ملي كتخدم مثلا في الدوداش هذا، على ما بان ليا الناس اللي ما كيقدوش يحبسوا الشهيه ديالهم غيبقى، فهمتي؟ غادي يقدر يبدا يجي الجوع. دابا انا مثلا 12 صباح وقت الغدا، هاد لي دو كوموند الاولانيين جابوا لي الجوع، وينك ستوب واربيز، فهمتيني؟ كيبان ليا ملي غادي نسالي هاد الكوموند الثاني غادي نمشي ناكل وعاد نمشي للجامع. هادي حتى هي ردوا منا البال، ولا بنادم اللي ما عندوش مشكله ما عندوش مشكل. مي انا في الصراحه جاني الجوع، ما عرفتش واش غير حيت وقت الغداء ولا لا. المهم دابا غادي نوصلوا لا كوموند ديالنا، حنا قربنا. هاد لا كوموند هادي بعيده بحتى 3 دقائق، جينيرالمون كيكون هذا هو التوقيت، فهمتيني؟ 3 دقائق طوموبيل دغيا. الكوموند الاولانيه راه وصلناها تمايا في هذوك الديور، هذوك الديور تمايا الكوموند الاولانيه ايه، وجينا عاوتاني شدينا هاد الطريق هادي، جاتنا كوموند ثانيه، ودابا حنا راجعين لنفس البلان. يعني كتلقى خدام جينيرالمون في نفس البلاصه، ودورداش انا دابا فاش الا تقيدت كيعطيوك البلاصه انت اللي بغيتي، يعني كتطلع لك المدينه مثلا فيها الخريطه ديالك وكتقدر تعزل، كتقول مثلا واش بغيت نخدم مثلا في ساوث سين بول ولا في نورث سين بول ولا في سين بول داون تاون ولا في مينيابوليس ولا في اوكديل ولا ميبلود، يعني هاد المدن الصغار كاملين ولا المدن الكبار اللي هما سين بول ولا مينيابوليس كتقدر تخدم فيهم. غادي عند السيد اي مات اي جو هاف ا جود وان. هذه كتعطي اللعيبه بعض المرات كيسولك كيقول لك تسناني ولا غادي نخرج عندك بابا، دونك حنا عطيناه اللعيبه ديالو وصافي. وكدير هنايا كيف ما وريتكم قبيله، كدير arriving complete delivery ياك، كدير confirm، وهي هنايا غتزادنا 12 دولار. دونك كيف ما قلت لكم الدراري 12 دولار وعاوتاني looking for offers. هذا هو بلان 12 دولار في 15 دقيقة، كيجيني في الصراحة مزيان، لأن 12 دولار إلا درتيها في ساعة كاملة 15 دقيقة غادي تجيك 48 دولار، معدل نقولوا حنايا 50 دولار في الساعة، هادشي في البيك تايم. دونك 50 دولار إلا خدمتيها في شهر كامل وهادي هي الخدمة ديالك وعرفتي شحال المازوت شحال كيدخل وشحال كيخرج، فغادي تكون المهم حاجه مزيانه. انا صراحه بان لي مزيانه هادشي اللي كان داير في هذا الفيديو هادي. كنتمنى انكم تكون عجبتكم هذا الفيديو، خليو لي افكار في انستغرام ولا في لي كومونتير هنايا. ها هو جاني كوموند عاوتاني واحد اخر، ها هو كوموند واحد اخر
كوموند واحد اخر شي نويكم هنا باش ما تكونش شميشه في 7 دولار غادي نخرج من لازون ديالي غادي ناخذوه ماشي مشكل حتى هو غادي نمشيو ولكن هذا دابا غادي يكون اخر فيديو تهلاو لي فريوسكم الا كنتي او ما كتفرجش فيا خلينا جيم كومونتير ديال سبسكرايب بارطاجي الفيديو مع صحابك و الا كنتي بغيتي تبارطاجي معايا افكار ديال الفيديوهات اللي ندير خليهم لي في كومونتير ودخل عندي الانستغرام ما كنبارطاجي فيه شي لعيبات واعرين تهلاو يا دراري فريوسكم ونشوفكم فيديو الجاي داي اخر ديليفري صافي لان الكاميرا غادي تطفى هنايا عاوتاني arrive at store اوت ديما داي كيضربني بعد المرات كيقولوا لك make sure that the drinks are included with the order يعني ما تنساش المناضه ولا اي لعيب هنايا غنجيو ناخذ واحد البيك اب ديال لينزي نتسناو هنايا ونشوفو البلان كي داير خاين دابا كيبقى يشوف فيا بقى كيشوف فيا فهمتيني بقى كيشوف فيا الكاميرا عادي يب فور لينزي بقى كيشوف فيا وفهمتي غير من باب ال بيك اب فور لينزي بليز يب لينزي ام Frozen napkins are in the bag. Thank you. Thank you very much. Keep going. Yeah, yeah. Done. Fuck you, show دونك اخر كوموند الدراري وديك الساعه غادي نمشيو للجامع كيف ما قلت لكم كاميرا والله الا غادي تسالي بغيت زعما نبقى ندير لكم هذا الشيء هذا الكاميرا غادي تسالي ولكن دابا فهمتوا الكونسيبت راه هو هذا انت كتقيد في لابليكاسيون كتجي كوموند بغيتي تقبلها هو هذاك ما بغيتيش تقبلها راه هو هذاك بغيتي تسنى شي كوموند وحده اخرى كتسناها دونك نتايا والبلان ديالك معدل ديال 50 دولار في الساعه في البيك تايم دونك دابا حنايا في 15 20 دقيقه تقريبا جبنا واحد 12 7 جبنا 19 دولار في 20 دقيقه دونك مزيانه انا جاتني مزيانه الصراحه وهاد المرة هادي غادي نقول لكم بزعما كل صدق الا كنتي او ما كتفرجش فيا خلنا جيم كومونتير ودير سبسكرايب بارطاجي الفيديو مع صحابك ولا بغيتي تخلي لي معلومات على الفيديوهات اللي بغيتي ندير لكم وعلى الخدامي وعلى الافكار اللي بغيتو تعرفوها خليهم لي في الكومونتير ودخل عندي حتى الانستغرام راه كنحط فيه اسئله باش تقدر تجاوبهم وتفاعل معايا وتقول لي شنو بغيتي تشوف هنايا هذا هو البلان الدراري جمعه مباركه تهلاو لي فريوسكم كنبغيكم بزاف